مرحبا بحضراتكم مرة تانية. إنجاز كبير حققه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بعد ما حسم لقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي وال42 في تاريخه قبل نهاية الموسم الحالي بسبع جولات. زي ما قلت لحضراتكم الفريق الأول كرة القدم من النادي الأهلي خلاص كمان شوية يعني الساعة 8 بالضبط هيكون بيقابل طلائع الجيش في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز، وطبعا مقرر إقامتها النهاردة على ملعب الأهلي. الأهلي خاض لحد دلوقتي 33 مباراة، مباراة طلائع الجيش النهاردة هي رقم 34. الأهلي نجح في الفوز ب 27 مباراة وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة، فيما حسم التعادل في خمس لقاءات. الأهلي نجح في أنه يجمع 86 نقطة من 33 مباراة، سجل خلالهم 71 هدف علشان يكون زي ما قلت لحضراتكم أقوى خط هجوم الموسم ده، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف علشان يكون أقوى خط دفاع بعد طبعا قلة عدد الأهداف في شباكه. طبعا يعني محمد الشناوي حارس كبير والحقيقة هو الحارس الأمين للنادي الأهلي، طبعا كلنا بنبقى مطمنين في حالة من الاطمئنان من ناحية الجمهور على النادي الأهلي طول ما محمد الشناوي موجود، عامل موسم رائع جدا، وطبعا بنتمنى ان احنا نشوف منه مزيد من التألق طبعا ونتوج ببطولة أفريقيا. عايز اقول لحضراتكم ان العميد احمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش اكد ان النادي بيجهز ممر شرفي لتكريم فريق الأهلي في مباراة النهاردة بعد تتويجه بطلا للدوري للموسم الخامس على التوالي. المهدي قال ان بتجمعنا علاقة طيبة بالنادي الأهلي وإن احنا حريصين على تكريم الفريق الأحمر النهاردة بعد إنجازه بالتتويج بالدوري قبل سبع أسابيع من نهاية المسابقة، وقال إن في طموح مشروع في الفوز بالمباراة، لكن ده ما يعنيش أبدا إن احنا نتجاهل طبعا تكريم البطل في ليلة تسلمه لدرع الدوري. لسه هنكمل طبعا كلام عن مباراة النادي الأهلي وطلائع جيش بس بعد الفاصل.